السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت نحكي معكم في سوجي تاع لي لونغ، اللغات. يعني احنا في الجزائر ما نشجعوش اللغات، مع انه اللغة هي اكبر مفتاح للنجاح. ما يقدرش الانسان يطور من نفسه كم يكونش يعرف لغات متعددة. انك تعرف لغة واحدة معناها راح يكون شون فيزيون تاعك صغير، الرؤيه تاعك صغيره. على خاطر كي تعود مثلا تعرف غير اللغه العربيه، راح تقرا الناس يكتبوا غير باللغه العربيه، راح تقرا العلماء عرب، راح تقرا مثلا موثقين. دونك ما هيش تعرف الجانب الاخر من الكوكب وش عنده، وش يحكي، وش افكاره، وش يقول. كل ما تعرف لغه جديده هذا يمكنك انك تتعلم علم جديد، او يمكنك تحضر المحاضرة جديدة، ولا تحضر المدرب يتقن لغة. دونك دوك نعطيكم واحد الاكزامبل. انا باغ اكزامبل نحكي اون فرونسي. لا مود جديدة اللي في الجزائر يقول لك لغة المستقبل، لغة الكفر، لغة ما ندري وش. سمعوا واش تحكوا، سامحوني واش تحكوا. هذه قيل الحاجة الوحيدة اللي خرجنا بها من الثورة التحريرية ولا من الحرب ضد فرنسا. الحاجة الوحيدة ان تعلمنا لغة. تتعلم انت الفرنسية صح، كاين دي جون يقولك لونجلي هي الاحسن. وي ساخت لونجلي ذركة هي لا لونج لا بلوز يوتيليزي او موند، واحد ما يشكك في هذا. ولكن انك تتعلم الفرنسي معناها اوسي راح تقرا دكتوب ولا دي ليفر اون فرونسي، راح تقرا الناس يهضروا اون فرونسي، يمكنك انك تحضر محاضرات ناس يحكوا اون فرونسي. دونك هذوما العباد يقدروا يساعدوك في الديفلوبمون كولتوريل تاعك. نحو التفكير الرجعي هذا، كل ما تعلم لغه، كل ما تعلم لغه كل ما تفتح لك افاق جديده. يعني قولوا ان شاء الله نتعلموا الفرنسي لونجلي وزيد الاسبانيول وزيد الالمان وزيد لو روس وزيد جابوني وزيد شينوا. ما تقولوش نحو الفرنسي ولا الفرنسي لغه ميته. مي جبتها هذه الفرنسي لغه ميته ديجا، مي جبتها لغه ميته، سامحوني بس تفكير رجعي. هذا نورمالمون تقولوا نتعلموا الفرنسي، نتعلموا لا لونغ هذيك، نتعلم. يعني كي تتعلم الفرنسي ماذا يمنعك انك تتعلم لونجلي اون باراليل، ولا كي تتعلم الفرنسي واش يمنعك انك تتعلم الالمان ولا الاسبانيول اون باراليل؟ واش هو اللي يمنعك؟ كان الوقت كان غير هو. دونك انت حط في بالك باللي كل ما تتعلم لغه جديده كل ما راح يكون عندك علم جديد، كل ما راح تفتح لك ابواب المعرفه جديده. انا باغ اكزومبل كنت نعطيكم مثال على نفسي كنت نخمم فيها بيان. تعرفت على واحد انسان كوتش عنده اون شين يوتيوب يسموه فرانك نيكولا، ناس اللي تفهم لو فرونسي ولا لي جون كي بارلون فرونسي ولا كي كومبرين لو فرونسي يقدروا يروحوا يشوفوا لاشين تاعو. فرانك نيكولا سي ان كوتش دوبوي 25 عام. فرانك نيكولا انا غير لي حياتي، وانا من لي فان تاع فرانك نيكولا. وفرانك نيكولا خليني زاد نعرف دي جون اللي يحكوا على الديفلوبمون بيرسونيل وهما سي دي امريكان. دونك درك انا نتعلم في الانجلي، دونك سا با مي بيرميتر اني اوسي نشوف لي امريكان وش هي كومون كي فوا لي شوز، كومون كي فوا الدنيا هذه. وجور بيان ايمي تكون عندي نعرف لو شينوا، وجور بيان ايمي نكون نحكي جابوني. باسكو ديجا لي شينوا عم بالكم بلي قويين في تسكي ديفلوبمون بيرسونيل، في تسكي ميديسين، ميديسين ناتوريل هذيك. عندهم فريمون اون كولتور ايمونس. دونك كي تروح انت وتقراها باللغه تاعهم راح تفهمها. باسكو كي يجي واحد يترجمها لك بوتيتر يترجمها لك غلطه، بوتيتر يترجمها غلطه اكسبري. دونك كل ما تكون تتعلم لغه كل ما راح يساعدك هذا انك تنمي من شخصيتك.
تنمي من نفسك، تنمي من روحك، باسكو النجاح يجي غير كي تبدا تخدم على روحك. عمره ما يجي النجاح وانت صفر. انتظر كي مثلا ما تعرفش تحكي حتى هدر، وما تعرفش تخدم حتى شيء، ما تعرفش تقرا، ما عندكش ديبلوم، وما عندكش حرف، وما عندكش لونج، وش يعني كيف حاب حياتك تتغير؟ فهمني برك، كيف حياتك حتتغير؟ تحرق اوكي هاك حرقتي، ومن بعد كي تحرق شح تخت؟ ما عندكش حرف، كيف راح تكومينيكي مع الناس هذول؟ كيف راح تعبر على رايك؟ اغلبكم تحرقوا الفرنسا، كي نحرقوا الفرنسا كيف باغ اكزومبل بعيد الشر صارت لك حاجه، صار لك مشكل، كيف راح تهدر على المشكل هذاك؟ دونك اول حاجه لازم تتعلموها ولا تعلموها لاولادكم هي لا لونغ. لا لونغ سي اون باز pour réussir في le futur. كل ما تكون تعرف لغات اكثر، كل ما يتفتح لك المجال في حياتك اكثر، سواء على الصعيد المهني، سواء على الصعيد الشخصي، سواء على الصعيد النفسي، كيما حبيتو. حاجه ثانيه، احنا كجزائريين هذه لازم نغيرها، يعني حتنفي في رواحنا باللي كاينين غير حنا في العالم، كوم سي كي غير حنا اللي نيكزيستو، وحنا 40 مليون الحكاية، والعالم فيه 8 ملاير. 40 مليون في 8 ملاير، تقدر تيماجينو 40 مليون وش يجو قدام 8 ملاير؟ يجو حد شي كمشا. بصح احنا مكلتنا هي المخيرة، احنا نعرف خير من الناس الكل، احنا نفهم خير من الناس الكل، احنا لي ميور خير من الناس الكل. باغ اكزومبل واحده ما تعرفش طيب شخشوخ، جوغ في دزايري كوندانوها، واو ما تعرفيش طيب شخشوخه، كوم سي حاجه غراف، كوم سي حاجه كريم. يا با كو شخشوخه دون لافي، كاين بلاك 1365 و70 الف وصفه في العالم هذه، في 80 مليار كل بلد عندها 70 ألف وصفة. يعني مش عيب انك تتعلم دي بلا اخرين. صح لا غاسترونومي الجيريان حاجة ملاحة، صح انه من الاحسن انه العبد يتعلمها، بس احسن هم بيش با انك ما تعرفش حاجة، لانه الهدف من الاكل الاساسي هو انك تكون بصحة جيدة وانك تعيش. الهدف من الاكل انك تكون بصحه جيده وانك تعيش، يعني اول حاجه الاكل تاعنا يكون متوازن، والشخشوخه كي تاكلها لازم تاكلها افيك اون بيتيت كونتيتي، لانها عباره عن عجينه غير مفيده للصحه. صح لازم تاكلها هي شويه مع برشا سلطه باغ اكزومبل، معها شويه لحم، باسكو عندنا ثاني واحد لا كولتور في الجزائر، واحد يقول لك انا ناكل مليح، واش تاكل اخويا مليح؟ انا كليت 2 كيلو لحم، انا ضربت الشواء. او بس كي تاكل لحم كل يوم تشوفها انت حاجه مليحه؟ من جبتها الثقافه الجميله دي جدا هذه اللي عندنا غير احنا قلبت موازين العالم. اللحم تاكل ياسر من اللحم غير مفيد وغير صحي للجسم. اللحم راهو يتكلب دي بورسيون، يعني يتكل بكميات محدده. كاين اللي يقولوا باغ اكزومبل الوزن تاعك فوا دو، باغ اكزومبل فوا دو، باغ اكزومبل توزن 60 كيلو تقدر تاكل 120 غرام دو فيوند، عندك 120 غرام دو فيوند، ومن الاستحسن المستحسن تكون لحوم بيضاء ولي بواسون واللحم الحمراء تكون غيرك دو فوا باغ جور، من المستحسن. يعني هذاك اللي تاكل برا في المرقيز اللي ديجا خدمين بجون سي با كيف ماه بلا مانيير اللي خدمين به المرقيز، واذا تاكل برا في اللحم و جون سي با وتشوف فيه انت فوخ، ولا باغ اكزومبل حط هذيك هي الماكله الملاحه، نو ماكله ملاحه ماشي هذيك هي ماكله ملاحه. باغ اكزومبل تعمل شكشوكه، بطاطا شكشوكه باسكو فيها بلوزيغ ليغوم، تعمل معها شويه لحم، تزيد تعمل سلاد، هذا يتكون هذا اكل مليح. تعمل باغ اكزومبل مرقه بذنجان،
ما تكثرش فيها اللحومات والشحومات اوسي، ومعها اون سلاد. هذا ان بلا اوسي فاريي ايكيليبري. تجي باغ اكزومبل تحكي على الكسره. الكسره وي سي ان بان تراديسيونيل بنين وكل شيء، بصح الاكثر من الكسره غير مفيد للصحه اوسي. يعني كي تاكل كسره عندك بالك 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 تقدر تاكل ربع طريف كسره في كل وجبه، يعني شوي شوي. وهذا اللي يكون مخدومه بالقمح و السميد كيما نقولوا حنا، ومخدوم السميد هذاك اللي يكون مليح دو كاليتي، والقمح دو كاليتي ايتو، بالزيت زيتونه من المستحسن لا خاطر الزيت هذاك ماهوش مليح. يعني يكون نجيو نتبعوا ماكلتنا كلها غلطه في غلطه يعني. وش راح نقول ثاني حاجه اخرى، طريقه تفكيرنا لي باغ اكزومبل. او عيب، سي كي تخرج من الحدود الجزائريه دي تبدا تشوف لو موند دون اوتر مانيير، تبدا تشو ديكوفر لو موند. هي مش حتى تخرج من الجزائر، تقدر تكون وانت في الجزائر تحط برك اون شين تيليفيزي، تقدر تحط تي في 5 موند. كاين واحد البروغرام ديجا نحبو ياسر انا، يسموه لا تير انكونو، يديك كل مره لبلاصه انكونو في لو موند، تقدر تفواياجي بيه. كاين ايشابي بيل، شتي وشي لا لونغ حاجه مليحه، شتي باغ اكزومبل هنا الفرونسي ولا مليح، باسكو كي تعود تميتريزي لو فرونسي تقدر تفرج على دي روبورتاج مليح يفيدوك، تقدر تشوف فواياج لو موند افيك. بصح كي تعود تميتريزي غير الفرع العربيه افيك المستوى تاعنا الجميل والراقي، تقعد في المستوى تاعك الجميل والراقي ما تكتشفش حتى شيء، ما تقدرش تشوف الناس كيفها عايشه، ما تقدرش تشوف الناس كيفها عايشه. ثم جامي يعني جامي بوزي تروا لا كيسيون تاع كيفاه الناس الاخرين عايشين. يا اخي الناس الاخرين كيفاه عايشين، كيفاه يخموا، كيفاه يفكروا، وهل هما احسن منا في برشا حوايج واحسن منا في برشا حوايج؟ بعد ما يقول لي احنا توب دو توب، باسكو ماناش توب دو توب. هذايا اللي كان واحد يحب يبدا التغيير لازم يكون صريح مع روحه. ديجا مش تقول لروحك انت احسن حاجة وانت مش احسن حاجة، قول انا في الزيرو بس حنتحسن من روحي. حنا مشكلتنا في الزير، حنا ديما لي ميور وما عناش لي ميور، ما عناش احسن تعليم، وما عناش احسن وزارة صحية، ما عناش احسن حد شيء، ما عناش احسن ملعب. قالك عنا غير اون باغمي لي زيكيب او موند تاع الفوت ملاح. دونك اول حاجه لازم نخدموا عليها كي نحبوا نغيروا على انفسنا، لازم نكونوا صريحين مع انفسنا، لازم نعرفوا وش هي نقاط القوه تاعنا وش هي نقاط الضعف تاعنا. لازم تعرف وين حاب توصل وكيفاه تعمل باش توصل له، ومش تعمل الحرام باش توصل له، كيفاه تعمل طرق اللي تخليك توصل له بلا ما تعمل الحرام. باغ اكزومبل تخدم مخك، باغ اكزومبل لازمتني نتعلم لغه، باغ اكزومبل لازمتني نتعلم حرفه، باغ اكزومبل لازمتني نتعلم اون ريسيت، باغ اكزومبل لازمتني نتعلم كيف نلبس، كيف نهدر، كيف ناكل. هذا كله يتعلم، وهذا كل ما يجيش يجي غير بالادراك اللي يحكي عليه ابراهيم الفقي يحكي عليه ابراهيم الفقي في طريق النجاح. ننصحكم ان تفرجوا برنامج طريق النجاح لابراهيم الفقي. يبدا بالادراك، نهار باغ اكزومبل تدرك انك لا فاصون اللي تاكل بها الماكله ماهيش ملاحه، يومها راح تبدا تغير في طريقه الاكل تاعك. ويحكي ابراهيم الفقي على نوعين من الادراك، الادراك السلبي والادراك الناجح. الادراك السلبي هو عندما تدرك باغ اكزومبل انك نقص في اون لونغ، تولي انت تروح تعمل مستحيل، تشوف طرق جديده، تشوف معلمين، تشوف دي شان سور يوتيوب باش تطور من نفسك. هذا يسماه الادراك الايجابي. اما الادراك السلبي هو انك تدرك تعمل في حاجه ماهيش ملاحه وتكمل تعمل فيها. قال لك لان الدماغ تاع الانسان يحب ديما يكون، الدماغ تاع الانسان ديما يحب يكون متميز في واش يخدم، لازم ينجح في الحاجه اللي يخدمها، دونك ينجح في الفشل تاعك.
اذا باغ اكزومبل انت ادركتي باللي باغ اكزومبل تتكيف والدخان ماهوش ملاح للصحه تاعك، راح تعود تتدخن اكتر. يعني كون ما تعملش لو با انفيرس راح تولي مخك يخدم بالكونتخير، باسكو مخك يحبك تكون ناجح، يعني تنجح حتى في الفشل تاعك. الادراك هو اول خطوه للتغيير. اذا انت ما زلت تكذب على روحك وانت عرض لعراير وتحط روحك احسن حاجه، يعني انت مش مدرك ولا مش واعي باللي انها حياتك مكارفصه وحياتك في حاله، هذا شيء خطير ما تنجمش تغير. النقطه الاولى. النقطة الثانية، إذا أنت كنت مدرك أن حياتك في الحضيض ولا تقوم بتغيير ذلك، فإنك راح تكون في حضيض أعظم من الحضيض اللي راك فيه دورك بعد. دونك الإنسان اليوم كيعيش ما يخممش أنه يخطط لحياته. أنا ثاني ما نكذبش عليكم، زلت ما نعرفش نخطط مليح لحياتي. أنا ثاني في طريق التعلم للتخطيط، قاعدة نساي نتعلم، قاعدة نساي إن نطبق الحوايج اللي تعلمتهم بشوي بشوي بشوي. عبالي بلي سابخون دو طون، وعبالي بلي حتى أنا مشني إنسانة مثالية هاهي وين، حتى أنا عندي برشا هذه الإدراك، برشا نقاط حابة نصلحهم في حياتي. بصح الحمد لله وين يبدا كل ما يدرك الإنسان بلي كاينة حاجة غالطة في حياته يبدا يصلحها في حياته. دونك أول حاجة باش تعملوا التغيير، اول حاجة لازم لكم تدركوا، تدرك انك ها هي شنو نقاط ضعفهم وش نقاط نقاط القوة تاعي. نقاط القوة تاعكم اسيو ديفلوبوهم نحو الاحسن، نقاط الضعف تاعكم اسيو تحسنوا منهم نحو الاحسن اوسي. وش راح نقول لكم ثاني؟ إيساي تستثمر وقتكم، حكيت لكم استثمر الوقت، إيساي تستثمر وقتك، إيساي تغير نمط حياتك، بس تقدر تغير نمط حياتك. وأنا جربت حاجة باغ اكزامبل، حاجة صح غيرت لي حياتي، النوضان بكري. ما وصلتش ما نكذبش عليك، ما وصلتش أن نوضع الرابعة على الصباح، بس صح 5:30 وصلت شوي. لازم ما تخليش مخك ينيكوسي معاك، في بلاص ما تقول باغ اكزومبل غدوه ان شاء الله نقدر نوض، تقول لمخك غدوه لازم نوض. باغ اكزومبل كان قال لك مخك زيد شوي ارقد، قول له لا ما نزيد شوي نرقد، ياسر ما رقدت درك هي الحان وقت العمل. باغ اكزومبل في الوقت هذاك تقدر تصلي، في الوقت هذاك تقدر تدعي، في الوقت هذاك تقدر ترسم، في الوقت هذاك تقدر تعمل سبور، في الوقت هذاك تقدر تخرج تشم الهواء، تقدر تشرب حاجة وتتفرج على ناتور، تقدر تدير أي حاجة في الوقت هذاك. في الوقت اللي عندك فراغ تقدر تدير أي حاجة، ثم وقت الفراغ حاجة نورمالمون الإنسان يحمد عليها ربي سبحانه. وإذا كنت حاب تنجح لازم مصيد نحي حاجة اسمها الحقد والغيرة والحسد. ما كاينش حتى إنسان ناجح وهو غيار وحسود وحاقد. وعليه باغ اكزومبل تتمنى زوال النعمة لشخص خاطيك، باغ اكزومبل تشوف انسان ناجح تتمنى له زوال النعم. وعلاش تتولى تتمنى له زوال النعم؟ اعمل كيما عمله، تحسب فهو يعني باغ اكزومبل تحسب فيه هذاك الانسان ولا ملياردير بين ليله ونهار، ولا باغ اكزومبل تحسب في هذاك الانسان وصل للمرتبه هذيك بين ليله ونهار. الانسان هذاك تعب وخدم مع روحه، كي كنت انت راقد مبنطش هو كان يسهر في الليل يقرا، كي كنت انت تلعب البرة في الطريق هو كان يقرا ويريفيزي، كان يحط وقته في القرايه، كان يحط وقته، كان يحرم روحه من الحوايج اللي كنت انت تعملهم باش هو يكون ناجح. دونك وعليه تحقد عليه؟ احقد على نفسك ما تحقدش على الناس، انت اللي ما حبيتيش توصل مش هو اللي ما خلاكش توصل. دونك من الحوايج اللي تحب توصل بيهم انك تغير حياتك فيهم، تنحي حاجه اسمها الحقد والغل، باسكو في الجزائر كاين برشا ناس عندهم كميه حقد وغل وحسد، استغفر الله يا ربي. انا اليوتيوب وهذا انستغرام حق ما كنتش ياسر ندخل ونشوف هذا ماتسكي انفلونسوس كي تروكي ما هيك، عرفتهم في الحوايج في الكورونا ونشفى اون فوا تميك، وانا عرفت اميره ريا يتوش. انا ما نتبعهاش اميره ريا، لا نقول لها ملاحه لا مش ملاحه، انا ما نتبعهاش، بصح انا من نوع باغ اكزومبل كي ما يعجبنيش عبد
ما نفلويشو ما نتبعوش. دخلت بار كيوريوزيتي، كاينين عندها سيغتين فيديو اللي حبيتهم في الديبي تاعها، كانوا عندها دي فيديو حبيتهم. نشفع لها لي بوا كي لاتي اونسانت بولدها الاول، نقرا في لي كومونتير نشوف في وحده تقول لها تقول يا ربي وعلاه واحد عنده كل شيء واحد ما عنده حد شيء. عبالكم بلي ليتها ما رقدتش باسكو جيتي شوكي. ما انتم تحسبوا في ربي سبحانه، تحسبوا في ربي سبحانه على الرزق اللي يمدوا للناس من مرض، باسكو هي ربي حب يمد لها وانت ربي ما حبش يمد لي، نيغوسي مع ربي سبحانه ولا كيفاه؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي خدمه على روحك، كون خدمتي على روحك راكي كيف وش يعني. واحد ضغط وصلت انها قالت لها ان شاء الله يموت ولدك في كرشك، مي غاف يوصل انسان يدعي على بيبي في كرش امه. يعني المشكله اني ذاك النهار حسيت باللي الدنيا الضربيه، باسكو جو مش ويدي هذوما الناس عايشين معانا، باسكو هذوما الناس في لافي غير ما يقدروش يهضروا كيما هاك، دونك يروح يتخبوا ورا بسودو ويبدو يحكوا يبدو يهضروا. توصل تدعي يا انسان واش دارت لك هي وانت عارفاها، وجعك قلبك ديري انفولو، وجعك قلبك ديري واش دارت هي، هي واش عندها خير منك؟ عندها قرايتها، عندها اصرارها، عندها رؤيه تاعها، عندها حوايج محبه تحققهم قاعده تحقق فيهم. وانت وانت واش عندك؟ كون نقول لك واش هو الهدف تاعك تاع غدوه، واش حاب تعمل غدوه ما عندكش. كون نقول لك واش حاب تولي بعد 5 سنين ما عمبالكش. كون نقول لك كي كنتي صغير واش كنتي حاب باقي لا تنسيتي. دونك ولا تحبوا تكرهوا الناس اللي يقروا، ولا تكرهوا الناس اللي يحبوا يلبسوا، ولا تكرهوا الناس اللي يحبوا يعيشوا، ما دوش ليك بحاجه، هم انتم اللي ما حبيتوش تتبعوا ارواح. وانت لدورك مش قاعد تتعب على روحك، وانت لدورك تحب روحك قاعده وتمنجي تجي وحاجه ما تجي وانت قاعد، كما تروحش تهمبر عليها وتهمر وشوفه شوف ما تجيكش ديريكتومون، الاولى تطيح وتنوض، والثانيه تطيح وتنوض، والثالثه تطيح وتنوض، والرابعه تطيح وتنوض، يا ربي تصلح كرشك خارجه ومبزعه. ماشي الاخرى قالت لك ليه بقى العمر اسير واحرم نفسي من مدري وشيه، واحرم نفسي من مدري وشيه. لا يا حبيبتي ما تحرمش روحك، بصح انت حطي في بالك باللي نسبه انك تقدري تمرضي ولا تقدري تموتي كيف كيف اكثر من انه انسان يحرم روحه. صح الاعمار بيد الله، بس كي نحكوا على الستاتستيك الانسان يوكل هيلثي عنده شانس انه يعيش اكثر. يعني كي ما تحرميش روحك وتقولي الحياه قصيره، انت كي تزيدي توكلي تزيدي تقصري لها، والناس تابلوديسي وتصرفق وباتاتا وباتاتا. شي ذا واحد مو سولمون غلط وزيد يانفلونسي بالغلط على الناس. ليه بتحرم نفسك وليه عشان يقولوا خسيتي؟ والله ما خسيتي، لكن خسيتي لروحك، خسيتي لكن ما خسيتيش ولا لروحك. دي فوا كي تتفرج على التفكير تاعنا والله سانسيرمون مخي حب سهولي انا. باغ اكزومبل حاجه اخرى والله هذه نكمل بها وقيله، لي شانتور تاعنا، لي شانتور لا ديرنيير فوا كنت حطيت دي شانسون هيك شوي الجيريان وهكا تاع دي شانسون اوروبيان، وقعد نشوف تشوكيت تلقيه تاع حنا زعما ديجا لي شوا دو مو ميزيريه تقتل الميزيري، وما فهمتش الغنى اللي موتو الغنى اللي فيه الميزيريه هو اكثر غنى اللي تلقاه عنده نجاح ولا قراويج، نجاح ولا قراويج. شي كي احنا غير لا كولور نوار حطها ربي في لو موند تبسو غير لو نوار، وزعما لو نوار وزعما كبوت نوار طويل و سي كوا سا. واحد تلقيه عايش في عمره 32 يحب يحط روحو شايف في عمره 50 سنة، ايوا صحي تخسو ربك في الملاير، خسرو شوية صور دار رواحكم. تلقيه يغني 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 طول عمره يغني، مبقاش لي لابسو هيك لو ستيل، زعما هو خاسر صوارد على القشه، بصح واحد لو ستيل يعيف. يعني واحد يجيب ستيليست يعلمو كيف يلبس، سي با عيب. دور تشوف لي شونسون تاع ان اوروبيان تلقاهم دانس ريتمي
لو فيزيك تاعهم بيان في تاعنا احنا اللي كرشو خارجه كرشو خارجه اللي رهيمه ورهيب اللي يحكي على الدخان. انا كي نقول تاعنا احنا نهضروا جينيرال عرب بون جينيرال، يا اما تلقاه يحكي غير على الهم ومازال يوم ما ولدك. واش من يوم ما ولدك انت في عمرك 35 سنه؟ صح قلنا تشي اونكور جون وقدامك لا في، بصح تشي ني با ان بيبي. ماماك فاطمتك كي كان في عمرك، فاطمتك كي كان في عمرك يا حميد 35 سنه قدامك وقتك انت حنا بقى على روما دير في امبيرور 35 سنه كليوباتر امبرور قلت امبرور لا رين دو لا رين دو 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 ديجيبت ودير لا تيغور دي جون دي زون دي وحيد دي زامبرور. الدوله العثمانيه، في الدوله العثمانيه السلاطين كيف عمرهم 17 15 10 11 12 سلطان. وانت مازلتي ماما ولدك ما تخافيش، ولدك الدنيا ضربت، واش الدنيا ضربتك والدنيا تضرب في روحك؟ الدنيا والله ما عبالها بيك، والله الدنيا ما عبالها بيك، ما عبالها بيك في وين عارف راك ولدك وزدت عليه الدنيا. انت اللي زدتي عمرك، انت اللي زدتي عمرك، زوز دور اللي عندك تروح تشرب بهم ثلاثة قوار وتتكيف بهم قهوة، عصبح ربي وما تشربش حتى حليب ومعها نتشقاطة ولا حاجة تهز بها صحتك. ماما ولدك ولدك وش بيكم منين ذا؟ وش ماما ذا؟ عيب يا اخي. صح الواحد يبقى حياته كامله يسحق الماما، بصح عيب. ماما ولدك راجل؟ لا من هو ولدها راجل؟ وش هي ولدها راجل؟ وش دار لها ولدها الراجل؟ يدخل عليها بالكفوف، شرى لها فيلا، جاب لها مراه تخدمها، مراه تخدم مع مراه تخدمها، مشي مرته تخدمها، مراه ينفان يخلصها بالسوارد تخدم مرته، تخدم له امه كتا فام كي تجيبها مشي قاسونا مرتك، مرتك تجيبها باش تهلا فيها حتى هي تقدر. بيان سور ما سي بيان ان مرتك تعاونك في الدار وتخدم في الدار، بصح سي با جون اوبليغاسيون سا. ما نتزوجوش باش نجيبو مرا تخدمنا، نو نتزوجو باش نعيشو ايبانوي، باش نعيشو فرحانين، باش نعيشو متهنيين، باش نعيشو بيان، باش كي تلقى تحب، كي تحب تفضفض تلقى لشكون تحكي، كي تحب تخرج تلقى مع شكون تخرج، كي تحب تسهر تلقى مع شكون تسهر. سا بوركوا وخلقنا منكم ازواجا لتسكنوا اليهم، ما قالش لك باش نسيقوا لك وينشفوا لك. بدلوا طريقه التفكير تاعكم، هذه بدلوها الطريقه تاعكم. رانا مشنا وحدنا في العالم، من 8 ملاير عايشه في العالم، ادوا الحوايج الملاحه من 8 ملاير ونحو الحوايج اللي مشي ملاحه من 40 مليون اللي عندنا وتخافاي سيغ فو. والدنيا ماشي ظلمه حتى واحد، ربي قال لك ما نظلمش الانسان. ثم لكن كي تقول الدنيا معناها تقول ربي سبحانه، ربي سبحانه ما يظلمش الانسان، اللي يظلم نفسه انت اللي تظلم في روحك، انت اللي تظلم في روحك كل يوم بالعادات السيئه اللي عندك، بالصحبه السيئه اللي عندك، بصحاب الشر اللي تضر بيهم، بصحاب اللي ما يقولش لك حل كتاب، بالناس اللي تغير اللي داير بيهم. بعمرك ما حليتي كتاب، بعمرك ما تفرجتي على حاجه تنمي من قدراتك. سي كوم سا، على الاقل او ما كي تحب تهج وتروح لبلدان الناس تكون عندك، يكون عندك ان باجاج، ما تروحش بغدوي. هيا ان شاء الله تكونوا بيان، ان شاء الله تعجبكم لي كلكو كونساي، اي جو سويت فو فوار في لا بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي.